بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق على بركة الله وتوفيقه ثالث أشواط هذه الفترة الصباحية، بعدما انغضت أشواطنا الرئيسية التي تابعنا في المنافسة والقوة وحضور شعار البرنس في أول أشواط الحيل مع الدوحة، وتابعها حمد بن محمد بن طالب بن عجيل. له الثانية على هذا الفوز المستحق، وعلى أيضا إهدايا أبناء الريان هذا الناموس الصباحي وناموس الشوط الأول الرئيسي. كذلك حضر الباز أحد بنوك المستقبل، أحد الفحول، وأيضا من السلالات المعروفة وماركة الباز، تركي بن سعيد بن تركي آل بحيح المري، وأيضا انتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي للزمول. لنبدأ مع انطلاقة شوطنا الثالث لنشاهد منافسات هذه الأسماء الحاضرة المنطلقة والمتواجدة، ما يقارب 18 اسما مشارك باحثا عن أول المراكز، باحثا عن التتويج في هذه الانطلاقة. لنبدأ مباشرة مع أول المراكز لنتابع على مقدمة هذا الشوط انطلاقة أفعال مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، مقدما لنا شعاره على اول المراكز. المركز الثاني التقدم من الدانة، الدانة على المركز الثاني تعود ملكيتها لعلي بن حسين بن علي السادة. ننتقل مباشرة للمركز الثالث لنتابع وسيمة علي بن حمد بن علي بن حمد العطية. مباشرة نتواصل بالنداء مع المركز الرابع لنتابع انطلاقة لطامة مشعل بن فهد بن عمير العفيش الشهواني. وخامس المراكز متابعينا الكرام، المركز الثالث أرد تدخله مع المركز الخامس من الجانب الأيمن. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أحد الشعارات المنطلقة الباحثة أيضا عن نقطة صباحية مميزة مع الشهنية محمد بن سالم بن سلم بن جر الله النابت، يقدم لنا شعاره على المركز الخامس ومع انطلاقة الأسماء. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والباحثة عن كلمة الناموس الغالية. يا سلام الأسماء المتنافسة والمتواجدة بدائرة النداء وكذلك خلف النداء، أسماء حاضرة منطلقة في هذا الشوط غوية بسجلاتها الحافلة وبإنجازاتها الماضية. نعود إلى أول المراكز لنتابع أفعال على أول المراكز اللي بعدها ما تزال على القيادة وعلى الريادة وذي انطلاقة أول المراكز. مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي من أشعل المنافسة مبكرا وقدم لنا أفعال بمقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وسيمة علي بن حمد بن علي بن حمد العطية، مقدما لنا شعاره غيرت وسيمة إلى ثاني التحديات. المركز الثالث ثالث المراكز متابعينا الأعزاء، أتابع انطلاقة الدانة علي بن حسين بن علي السادة، يقدم لنا شعاره على المركز الثالث. المركز الرابع التحديات للطامة مشعل بن فهد بن عمير العفيش الشواني، مقدما لنا شعاره خامس الشانية محمد بن سالم بن مسلم بن جر الله النابت. إلى أن لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. لنتابع خلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها لنشاهدها على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وقائع هذا السباق، هذا الموروث تراث الآباء والأجداد
الشعارات بمنافسات شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية ميدان التحدي لنشاهد معكم هذه التحديات المستمرة الحاضرة والمنطلقة والباحثة دائما وأبدا عن التتويج وعن الناموس والانطلاقات الرائعة والمميزة. انتصفت مسافة هذا الشوط، انتصف المستوى الفني. لنبدأ مع مسافة سن الحقائق والثلاثة كيلومترات لنشاهد هذه الحقائق المميزة الحاضرة والمتواجدة بانطلاقة هذا الشوط إلى أول المراكز لنستجد النداء مع المقدمة ومع الصدارة. الله يا أفعال، أفعال على الصدارة مع المركز الاول ومع الصداره ومع انطلاقه افعال. اذا جار الله بن عبد الله الفريتي جار الله بن جهمان الفريدي وصلنا ترشيحه على افعال اللي متواجده على الصداره وعلى القياده وما رشحها الا لسجلاته الحافله لايضا انجازاته الماضيه. هذه افعال ومشعل بن حمد بن محمد بن حسين الفريدي من يمتلك افعال مع مقدمه هذا الشوط المركز الثاني. وتابع حبل الكريم الدانه، الدانه الغاليه الثمينه الحاضره والمتواجده بشعار الساده علي بن حسين بن علي السادة منطلق بشعاره على ثاري التحديات المركز الثالث. متابعين الكرام وصلاة العنود أفريك بن طالب بن فرج بن هليل احضر شعاره لأول نداء ينطلق مع دائرة الأسماء ومع ثالث المراكز. المركز الرابع الشانية محمد بن سالم بن سلم بن جر الله النابت يقدم لنا شعاره على المركز الرابع. المركز الخامس متابعين أعزاء مشاهدين الكرام وصلت الحذرة أيضا لأول نداء ثلاب الراتب ثلاب الهاتف يقدم لنا شعاره وكذلك وصل شعار بالنايفة مع مهمة ومهمة الناموس. وصلت مهمة عبد الهادي بن حمد بن ترحي بالنايفة لينطلق شعاره مع المركز الخامس. أعود إلى الصدارة، أعود إلى أفعال. ووصلنا ترشيح من محمد بن جرار بن ذروة أيضا يرشح أفعال اللي على الصدارة اللي على المقدمة. إذا هذه الذلول المشاركة كفتها مليئة بالترشيحات، انصبت عليها الترشيحات من الخبراء من الخبراء في عالم التضمير. انطلقت أفعال مع القيادة لتخلص الفارق بشعار البريدي متواجدة بشعار مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي 1500 متر. يا سلام، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. أول القادمات الدانة بشعار السادة المركز الثالث وصل بالنايفة والشعارة بانطلاقة مهمة عبد الهادي بن حامد بن ترحيب بالنايفة. المركز الرابع شعار بن هليل مع انطلاقة العنود بريك بن طالب بن فرج الغفراني. والمركز الخامس المركز الخامس وصلت العنود سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مقدما لنا شعار على خامس المراكز. بدانا مع المنعطف الاخير، بدانا نقترب من الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة. افعال يا افعال، بدأ الجد والفعل مع انطلاقة افعال، افعال البريدي مع اول المراكز مع المقدمة. ما زالت امور هذا الشوط هادية، ما زال البريدي ببرود اعصابه ينطلق شعاره على المركز الاول مشعل بن حمد بن محمد البريدي. ولكن وصلت الدانة علي بن حسين بن علي السادة المركز الثالث. الله يا برشدان، وصلت العنود سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المركز الرابع. وتابع مهمة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. تغيرت امور هذا الشوط، تغيرت مجريات اول المراكز. انطلقت الدانة، الدانة على الصدارة، الدانة على المقدمة، الدانة مع الانطلاق، دانة الناموس، دانة التتويج، دانة التتويج مع اول المراكز. علي بن حسين بن علي السادة بالمركز الاول بالصدارة مع ناموس هذا الشوط يحضر السادة لانطلاقه مع اول المراكز. التاري والتبريكات من هذا الموقع.
يزف والي مالك الدانة علي بن حسين بن علي السادة على هذا الفوز المستحق الثاني، والتبريكات لأبناء الشحانية لأبناء الدوحة على هذا الفوز المستحق وعلى فوز الدوحة بأول المراكز. والثانية لك يا أحمد السادة مخرج هذا السباق. المركز الثاني كان الوصول من العنود سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. المركز الثالث وصلت أفعال وما قصرت، الله يقول حق مشعل بن حامد حسين بريد. المركز الرابع مهمة لعبد الهادي بن حامد بن ترهيب بن نايل. المركز الخامس كان الوصول من العنود لبريك بن طالب بن فرج بن هليل. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم وعبر أيضا شاشات قناتكم قناة الريان هذه المنافسة التي حصلت على أرضية هذا الميدان، وكانت الدانة هي صاحبة الكلمة وصاحبة ناموس هذا الشوط. 9:37 بدون أي جزء من الثانية. الثانية التبريكات لمالك الدانة علي بن حسين بن علي السادة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت العنود على ثاني المراكز 9:40 جزئين من الثانية. الثاني التبريكات لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث أفعال 9:41 بدون أي جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين آل بريدي. شوط الزمول والشوط الرابع